البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فليكن البدع بيننا وبينكم الجناح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هو الإسناد المعنى عن عندك يحيى؟ أحسنت، الإسناد المروي بقول الراوي عن فلان ولم يصرح بالسماع ولا بما يفهم السماع. أحسنت. العنانة محمولة على الاتصال أو الانقطاع؟ عند من؟ عند فارس. العنانة هل هي محمولة على الاتصال أو الانقطاع؟ على الاتصال بدون شروط. ما هم الشروط؟ الشرط الأول أن يكون الراوي مقبول الرواية سالما من التدليس، أن يكون العنعنة عن من عصره أمكن لقاءه، فإذا كان قد صرح بسماعه منه في بعض الأحاديث فهو متصل من باب أولى. هل اكتفى الإمام البخاري وابن المديني بمجرد المعاصرة؟ عندك ماذا اشترط؟ أن يكون قد صرح بسماعه ولو في حديث واحد. والصحيح هذا ليس شرطا في الصحة، وإنما هو من باب التأكيد. والإسناد المؤنن عندك يونس؟ أن يقول الراوي أن فلانا قال. ما حكمه؟ نفس حكم المانع. حديث الراوي الفاسق والمتهم بالكذب ماذا يسمى؟ متروك، ضعيف جدا، مطروح. نعم، والمتهم بالكذب أيضا قد يطلق عليه البطلان أو الوضع. وكذلك من فحش غلطه، ما معنى فحش الغلط؟ عندك يا حازم؟ إما أن تكثر الأغلاط كثرة فاحشة حتى تغلب على إصاباته، أو تكون الأخطاء كبيرة، تكون الأخطاء كبيرة ليست معهودة كقلب الأسانيد والمتون، فحش الغلط، فهذا شديد الضعف أيضا، يعني شديد، أشد، يعني غلبت الأخطاء على الإصابات، فقد لا تغلب ولكن أخطاء فظيعة كبيرة تدل على غفلة شديدة. وحديث سيء الحفظ وهو الذي يحتمل أن يحفظ ويحتمل أن لا يحفظ، ما حسم اسم حديثه؟ عندك مجاهد؟ نعم، يعني الآن سيء الحفظ الذي لم يترجح جانب إصابته على جانب خطأه. سمى الشاذ على رأي بعض المحدثين، وأكثر المحدثين ماذا يسمونه؟ يطلقون عليه الضعيف. والمختلط الذي طرأ عليه سوء الحفظ كذلك حديثه يسمى ضعيفا، إلا في حالة يصحح حديثه. ما هي؟ لا محمد الرصابي. نعم، إذا نص الحفاظ أنه حدث قبل الاختلاط وتميز ذلك، فما حدث قبل الاختلاط فهو صحيح، وما حدث بعد الاختلاط فهو متوقف فيه، ضعيف إلا أن يتابع عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه: المجهول من الرواة
ينقسم المجهول من الرواية إلى قسمين، أحدهما مجهول العين وهو من روى عنه راو واحد فحسب ولم يؤثر توثيقه عن إمام معتبر بتوثيقه، إذا مجهول العين من روى عنه راو واحد ولم يوثقه معتبر. ما معنى عن إمام معتبر بتوثيقه؟ عالم بجهة التعديل وليس عنده تساهل في التوثيق، معتبر بتوثيقه أي ليس متساهلا بالتوثيق. وقد يوجد من يوثق ولكنه عرف بالتساهل كما ذكر عن ابن حبان والعجلي رحمة الله عليهم. من روى عنه راو واحد فحسب، هذا هو الأصل، وإلا فقد يروي عنه راو واحد ولا يكون مجهولا، كأن يكون ممن يتحرى الرواية كشعبة ومالك ومن وما أشبههما من الحفاظ، لكن هذا هو التعريف. وقد تستثنى حالات كأن يروي إمام يتحرى لا يروي إلا عن الثقات، فرواية إمام متحري عن هذا الراوي يتوثقه، روايته عنه توثقه مجرد الرواية. وأصل كلمة مجهول العين أي عين الرجل نفسه مجهول ليس معروفا، حيث أنه لم يأتي إلا عن طريق هذا الراوي، ما يعرف هذا الرجل بنفسه، بعكس مجهول الحال هو النوع الثاني، فالرجل معروف العين ولكن لا يدرى ما حاله، هل هو ضبط هل هو عدل أم لا. فالأول جهلت ذاته والثاني جهلت حاله، فأيهما أشد أيهما أبعد؟ مجهول العين حيث جهلت ذاته من أصلها، والثاني جهل الحال، ذاته معروفة ومجهول الحال لا يعرف هل هو ضبط عدل أم لا. الثاني مجهول الحال وهو من روى عنه راويان، وأيضا من الاستثناءات في الصورة الأولى أنهم قد يستثنوا الولد إذا روى عن أبيه، يقولون يعني إذا كان الولد ثقة ويروي عن أبيه معنى أنه معروف العين عند ولده، قد يجعلونه من قسم من القسم الثاني مجهول الحال. أو روى عنه راو ووصفه بأوصاف تدل على أنه معروف العين، كان يقول حدثنا فلان الكريم أو الشجاع، يصفه بأوصاف تدل على أنه معروف العين، فيبقى الحال يبقى جهالة الحال. فجهالة العين أي تجهل ذاته من أصلها، تجهل شخصيته، وجهالة الحال تعرف الشخصية والذات ولكن لا يعرف هل هو من الثق من العدول الضابطين أم لا. الثاني مجهول الحال وهو من روى عنه راويان أو أكثر ما لم يبلغ حد الاشتهار، من روى عنه راويان أو أكثر من راوي ثلاثة أربعة خمسة، إلا أن يصل إلى طلاب كثر، قد روى عنه طلاب كثر، فإذا روى عنه عشرة من الثقات 15 راوي، يعني هذا يدل على أنه مشهور، فكونه اشتهر بالعلم ولم يتعرض له أحد بالكلام عليه هذا قرين على توثيقه. من روى عنه راويان أو أكثر ما لم يبلغ حد الاشتهار، حد الاشتهار هذا موضع اجتهاد للعالم والمحدث، فقد تساهل بعض المتأخرين فجعلوا إذا روى عنه ثلاثة فقد اشتهر، هذا فيه نظر، ثلاثة أو أربعة
جعلوا أقل الجمع ثلاثة، قالوا إذا روى عنه ثلاثة فهو مشهور ويوثق. وفي هذا تساهل أصحاب تحرير التقريب وتحقيق مسند الإمام أحمد، تساهلوا في هذا الموضع، قالوا إذا روى عنه ثلاثة يوثق لأنه صار مشهورا، هذا خطأ، فقد وجد من روى عنه الخمسة والستة، ولا يزال العلماء يحكمون عليه بالجهالة كما هو صنيع كثير من الحفاظ المتقدمين كالبيهقي وابن كثير ونعم والنووي وابن القطان وآخرين يحكمون عليه بالجهالة وإن كان قد روى عنه جماعة. إذن قولنا ما لم يبلغ حد الاشتهار هذا موضع اجتهاد للعالم في تحديد أنه قد بلغ حد الشهرة، فهو في حيز جهالة الحال إلا إن اشتهر. كيف يعرف الاشتهار؟ بكثرة التلاميذ، كثرة تلاميذه ولم يوثقه أحد، فهذا الاشتهار يكفيه في التوثيق ويخرج عن جهالة الحال، لأنه لو كان مجروحا لتكلم عليه الحفاظ، لو كان مجروحا لتكلموا عليه، ولكن كونه يشتهر ويكثر تلاميذه ولا يجرحه أحد، بل يوجد مثلا من وثقه من المتساهلين، فهذه قرينة تقوي حاله، توثيق المتساهل مع كثرة التلاميذ تقوي حاله. قال مجهول الحال وهو من روى عنه راويان أو أكثر ما لم يبلغ حد الاشتهار ولم يؤثر توثيقه عن إمام معتبر بتوثيقه، ويسمى بالمستور الحال. الصحيح أنهما بمعنى، وفرق بعضهم بينهما بتفريق ليس بواضح. الصحيح أن مجهول الحال والمستور بمعنى واحد. حكم رواية المجهول. جماهير المحدثين على عدم قبول رواية المجهولين، وعلى أن حكمها الضعف لأنه تخلف عن شروط القبول تحقق العدالة والضبط، فإن المجهول لا ندري هل هو عدل ضابط أم لا، سواء مجهول الحال أو مجهول العين. إذن حكم روايتهم الرد ضعيف، من قسم الضعيف لعدم تحقق العدالة والضبط، ولكن ما يتعلق بالاستشهاد يستشهد المحدثون بالمجهول، إلا أن مجهول العين قد يترددون في الاستشهاد به في مواضع، وقد يقبلونه في مواضع، فمجهول العين موضع اجتهاد في قبوله بالشواهد، موضع اجتهاد بين الحفاظ والمحدثين، وأحسن ما نعم وأكثر ما يستشهدون به في طبقات العليا، طبقات التابعين وأتباعهم. قال مثال المجهول، قال الإمام أبو ما معنى يستشهد به عند من عندك؟ أي يقبل بطرق أخرى تقوي، مثلا مجهول مع مرسل، مجهول عين، إسناد فيه مجهول عين وإسناد مرسل، فهذا قد يقوي هذا، لا سيما إذا كان المجهول العين في الطبقات العليا. وهناك مجهول عين شديد الجهالة وهو الذي روى عنه راو مجهول أو راو ضعيف أو متروك، تفرد بالرواية عنه راو مجهول أو متروك أو ضعيف، هذا متوغل في الجهالة. أما إذا روى عنه ثقة فحاله أحسن. مجهول العين نفسه قد يكون متوغل في الجهالة، شديد الجهالة، وهو الذي يتفرد بالرواية عنه ضعيف أو متروك أو مجهول أو من هو أشد من ذلك أو الكذاب،
فهذا شديد متوغل في الجهالة، شديد الجهالة. نعم يا ناصر. لا أقربنا ما يقبل، هذا أقرب عدم قبوله في الشواهد المتابعات. مثال المجهول. قال الإمام أبو داود رحمه الله في السنن: حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين والمحمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقبلتين أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: يوما. قال: ويومين؟ قال: ويومين. قال: وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت. هذا إسناد ضعيف. عبد الرحمن بن رزين هو الغافق المصري وهو مجهول الحال، روى عنه اثنان ولم يؤثر توثيقها عن معتبر بتوثيقه. كيف نعرف أنه روى عنه اثنان؟ أو أحسن كتاب نراجع تهذيب الكمال، حيث أن المزي هو أحسن من جمع التلاميذ والمشائخ. وفي بعض الحالات قد تعرف أنت من الإسناد، يمر عليك إسناد مثلا عند الطبراني بن حبان روى عنه فلان بن فلان، ترجع إلى كتب التراجم تجدهم قد ذكروا أنه روى عنه شخص آخر اسمه فلان بن فلان، فاجتمع راويان يعني. راو نص عليه بكتب التراجم وراو مر عليك بالإسناد، هذا يحكم عليه بأنه مجهول الحال. روى عنه اثنان ولم يؤثر توثيقه عن معتبر بتوثيقه. ومحمد بن يزيد هو ابن أبي زياد الفلسطيني وهو كذلك مجهول الحال. وأيوب بن قطن مجهول العين، تفرد برواية عنه محمد بن يزيد الفلسطيني ولم يثقه معتبر بتوثيقه. قال المبهم من الرواه: المبهم هو من لم يسمى من الرواه، كقول الراوي: حدثني رجل عن فلان، ولا يقبل المبهم ولو وثق على الإبهام، كأن يقول الراوي: حدثني رجل ثقة، لأنه قد يكون غير ثقة عند غيره، ويكون غيره قد اطلع فيه على جرح قادح فيه. المبهم من لم يسمى من الرواه، حدثني رجل من أهل البصرة، حدثني رجل على هيئة كذا وكذا، بل حتى لو وثقه ولو كان إماما الذي وثقه، كما كان الشافعي رحمه الله يقول: حدثني الثقة، ثم وجد أنه كنا فيه عن إبراهيم بن أبي يحيى، كان الشافعي يحسن الظن فيه ويوثقه، وغيره يحكم عليه بأنه متروك. إذن حكم المبهم من الرواه أنه حكم الضعيف، وما يتعلق بالاستشهاد به كذلك هو مثل مجهول العين، قد يتسامح العلماء في الاستشهاد به إذا كان في الطبقات العليا، طبقات التابعين وأثناء وتباعهم. سيأتي إذن إشارة في كلام ابن كثير رحمه الله. قال: والفرق بين المبهم والمجهول العين أن المجهول سمي ولم تعرف عينه، والمبهم لم يسمى بالكلية. حكم رواية المبهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث: فأما المبهم الذي لم يسم أو من سمي ولا تعرف عينه، من هذا القسم الثاني أو من سمي ولا تعرف عينه، ما هذا؟ مجهول العين. فأما المبهم الذي لم يسم أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن. فهذا إشارة إلى التقوية بها في الشواهد والمتابعات. فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن،
وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير، والله أعلم. المبهم والمجهول استأنس بروايته واستضاء به في مواطن إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير. مثال المبهم، قال الإمام أحمد رحمه الله في المسند: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال حدثني باب بن عمير الحنفي قال حدثني رجل من أهل المدينة أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتبع الجنازة صوت ولا نار ولا يمشى بين يديها. هذا إسناد شديد الضعف، باب بن عمير الحنفي مجهول الحال، وشيخه رجل مبهم مجهول، وشيخ شيخه مبهم مجهول. المبهم قد جمع الجهالة من باب أولى. وقوله: ولا يمشى بين يديها في الجنازة، صحيح أنه يشرع متابعتها خلفها وأمامها وعن يمينها وعن شمالها، كلها تعتبر متابعة. وأيضا في الحديث السابق في المسح الخفين قال: نعم وما شئت. الصحيح أن المسافر لا يزيد على 3 أيام. الحديث الصحيحة قيدت الترخيص للمسافر ب3 أيام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.